اليوم تنتواجدوا في واحد الورشة عمل حول سياسات تعاطي المخدرات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ورشة إقليمية. إذن شنو هي الإشكالية اللي مطروحة اليوم؟ الإشكالية تنعرفوا أن متعاطي المخدرات بالأخص عن طريق الحقن هم الفئة الأكثر عرضة لتنقل السيدة، الإصابة بالسيدة. هذه من جهة، ومن جهة والدراسات كلها تثبت هاد العرضة الكبرى في المغرب ولا في باقي أنحاء العالم. من جهة أخرى نعرفوا أن هذه الفئات بالضبط متعاطي المخدرات هما فئات اللي تتواجه واحد الوصم شديد، واحد التمييز اللي كيخليها أنها ما كتمكنلاش تلجأ للمصالح العلاج والوقاية. ما تتبغي هاد الأشخاص ما تيقدروش يمشيو مثلا للمراكز الصحية لأنهم تعرفوا أنهم غادي يكون واحد الوصم ناهيك عن الجانب القانوني اللي يمكن لهم يتسجنوا إلى آخره. فاحنا ومن جهة ثالثة تنعرفوا أن الشخص إلا كان حامل متعايش مع الفيروس وخد الدواء ديالو بطريقة منتظمة والدواء متواجد في المغرب ما كيبقاش كينقل الفيروس. إذن فكيفاش الإشكالية اللي عندنا اللي مطروحة علينا اليوم، كيفاش أن هاد الأشخاص وهاد الفئات الأكثر عرضة كيفاش أننا نوصلوا لها الوقاية ونوصلوا لها العلاج؟ والسبيل الوحيد اللي شفناه هو أنه خصنا نقصوا من الوصم والتمييز في المجتمع، وكذلك نشوفوا كيفاش غادي نقنوا هاد مشكلة تعاطي المخدرات باش هاد الفئات كلها توصل وممكننا نكسروا حلقة الانتقال الوباء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هاد الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.